جديدة بين الشعر والإعلام. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. تفضل. تفضل. نورتونا. صباح الخير. عليكم صباح النور. منصور يسعد صباحك. صباح. منصور صديقي على فكرة. وهذا شرف. أنا تفاجأت إنه هو موجود وأنا يعني دخلت بالويتنج روم وما انتبهت إنه موجود فأجى وسلم علي. شرفت ونورت. أنا فرحت لما شفتك والله. أهلا وسهلا. وأنا مبسوط بشوفتك. حبيبي. أهلا وسهلا فيكم. كنا بنحكي عن قصة الإعلام والشعر. طب أنا عايزة أرحب بسوم كمان. نورة وجميلة وزي القمر ومشرفانا اليوم أنت ومنصور. وطبعاً أنا هسيب أمجد ينطلق بالسؤال الأول بعد كده إحنا نتكلم مع بعض. تفضل. عادي بقول كنت بتحكي عن الإعلام والشعر وقديش الإعلام مؤثر اليوم. برأيكم وين وصلت أو وين وصلوا أصحاب المواهب اليوم على السوشيال ميديا؟ هل تعتقد أن السوشيال ميديا يعني وفقت لإبراز المواهب ولا لسه محتاجين لسد بعض الثغرات؟ بكل أمانة السوشيال ميديا الفترة هذه يعني خلينا نقول power of social media يعني عطت بلاتفورم حق الموهوبين أصحاب اللي عنده موهبة فطلعت كثير ناس كانوا مخبايين مثل ما تقول ما حد يعرف عنهم ما حد يعرف عن هواياتهم فكان لهم السلاح هو اللي هو شنو السوشيال ميديا أن يظهر نفسه من خلال السوشيال ميديا يطلع المهارات اللي عنده فعوامل الجذب اللي هي المتابعين فالناس تشوف وهذا ينشر لهذا وهذا يشوف لهذا فيصبح ان انت عندك في انت من متابعينك بات تحصل احد مسؤول في شركه الفلانيه مثلا خلينا نقول شخص موهوب في العزف فانتبهوا لك ناس شافوك في اختصاص العزف سبحان الله يمكن توفق وصارت له وظيفه من خلال السوشيال ميديا فالسوشيال ميديا اليوم اصبح يعني مثل ما تقول بلاتفورم ان الواحد يعرض فيه السي في ماله كسي في انا من انا شو عندي شو مواهبي فاصبح الحين انه هو سلاح يوصل الشخص للهدف اللي يبيه يعني انا عندي جول معين مثلا انا مثل ما تقول خلني اقول انا كاتب وفي ما حولي والمجتمع الناس اللي حولي ما تعرفني فما في ناس تدعمني او ما عندي دعم السوشيال ميديا في ناس تبحث عن كتاب تبحث عن غيره هذه وسيله توصلني للهدف اللي انا بوصل له هو مثلا من وظيفه او اني اطور من مهارتي طب يمكن حنقول نفس السؤال لسوم سوم شو رايك بالسوشيال ميديا وكيف ممكن تساعد الاعلامي او الاعلاميه على انهم يوصلوا بالصوره الصحيحه للمتابعين ويمكن كمان الاعلامي ممكن يشتغل على نوعيه المحتوى اللي لازم يقدمه خلال السوشيال ميديا السوشيال ميديا الحين صار يعني مثل ما تقولي واكب العصر كل ما طلعت لنا يعني شغله جديده يعني تطلع مثلا الشاعر بنقول نتكلم عن الشاعر مثلا بتعدد له اشياء يعني مثلا فيها طلع الاعلام في طلع الشاعر في تصميم ازياء تدخل مثلا مقطع صوتي من مقولات الشاعر او الطلعه في مجله او انها الدخله كامسيه شعريه السوشيال ميديا يروج صار يروج حق الإعلامي الموهوب الشاعر يعني بكذا طريقة لولا السوشيال ميديا والإعلام ما طلعوا نفس الشيء ناس مزبوط. مثل ما قال هو يعني ما أزيد عليه هو ممكن قال كل شيء لا بس في نقطة مهمة جدا بشوفها أنها بتجمع ما بينكم بشكل كبير البرامج الشعرية اللي بتكون مختصة بس بالشعر شفنا أمثلة كتير زي مثلا شاعر المليون قد إيه نجح وقد إيه طلع ناس فعلا موهوبة فأنتوا بتحسوا أنه أنتوا بتكملوا بعض يعني دايما الشعر محتاج للإعلام أكيد. والإعلام محتاج الإعلام يكمل الموهوب لولا الإعلام ما طلع الموهوب ولو ما الموهوب ما طلع الإعلام بالضبط كلام صحيح دايما بيكون في حاجة إيه صارنا الإعلام هو اللي يطلع موهبة الشخص إنه يبرزه يسوق له اي تسويق مثل ما نقول خلينا نقول ماركتنج للشخص فاذا ما في اعلام ما حد بيعرف عنك انت من ايش سويت قدمت في النهايه المحتوى اهم شيء اذا انت محتواك يهدف رساله في النهايه الشاعر شو حامل رساله صحيح يقدر يعبر عن رسالته من خلال الابيات اللي يكتبها وكذا ويوصل رسالته للناس من خلال الاعلام انه هو يسوق له بالضبط. الموضوع طيب منا بما انه يمكن دائما خلينا نقول انا هاي المعلومه سوم زوجة حضرتك ويمكن في المجال الاعلامي والمجال خلينا نقول الادبي والشعري هل بتواجهوا صعوبات او مثلا يمكن شغلكم اكثر ناجح لانه في علاقه تكميليه ما بين الشعر والاعلام في يعني بتحصلي مش مشكله يمكن اشياء بسيطه بس احنا مثل ما قلت نكمل بعض يعني
يمكن هو يعني مجاله شعري انجليزي. نعم. فهو ما تكلم هالنقطة، أنا هو يتكلم عن بس على فكرة يا سوم، أنا متابع لمنصور وبشوف ما شاء الله يعني أنت فعلا موهوب يعني على كل المجالات ما شاء الله يعني، أنا تابعته بآخر فترة. لكن خلينا أسألك سؤال ومن بعدها راح أستغل منصور بشغلة معينة. أنت كإعلامية شو الثغرة اللي ممكن نحن نسدها أوكي ونتخلص منها اللي موجودة على السوشيال ميديا؟ لو قلنا لك مثلا شو الثغرة اللي بدك تشيليها على السوشيال ميديا، ما بدك إياها تكون موجودة وبدك تصلحيها أو تعدلي مسارها، شو هي؟ يعني شيء معنوي مثلا؟ لا شيء على السوشيال ميديا أنت بتشوفيه مثلا. التصرفات مثلا الناس بتقوم فيها التعليقات السلبية، الإحباط. يعني مفروض الناس تتثقف زيادة على اللزوم، يعني لو يعلموهم اتيكيت بعد يكون أفضل. الله يعني والله يعني يعني السوشيال ميديا وسيلة مفروض احنا نستخدمها نفيد الناس مش نضر الناس. أنا كمستخدم مفروض أعلق تعليق حلو، أنا يعني أشتغل عليه أطلع الفائدة حق الناس، أنت تفيد فيا أنك تقول خير يا أنك تقول خيرا أو لا. أيوة. تصمت. صحيح. طب انا عايزه اسمع حاجه من منصور. صح انا هذا طلبي لي، سمعنا بقى حاجه شعريه طبعا. بداياتي كانت صار الحين تقريبا سنه اكتب في الشعر باللغه الانجليزيه. البدايه كانت سبحان الله كنت قاعد في ايوه معلش انا اسفه اني قطعتك قبل ما تقول الشعر، بس ايه السبب انه اختيارك اللغه الانجليزيه؟ سبحان الله، لان انا درست تخصصي هو اللغه الانجليزيه وادابها، في خلصت بكالوريوس بالكليه فدرسنا عن الادب وهذا، فسبحان الله ايام الكليه كنت احس ان في اشياء يعني تجيني ايحاءات الهام اني اقدر اكتب بس ما اكتب. ده بيفكر بالانجليزي بيفكر بالانجليزي اسمه. فسبحان الله يعني كنت متردد في الكتابه. يوم من الايام اللي هو قبل سنه كنت قاعد في كوفي شوب وانا قاعد فجات في بالي كلمات، يعني اقول في بالي تصير انها تصير يعني مثلا اغنيه او شعر. فبديت وكتبت يعني اول قصيده لي كانت عن نفسي يعني كانت. وبعدين سبحان الله حسيت مثل التشجيع الداخلي التحفيز الداخلي اني اقدر اكتب زياده، وفي كل ما صار موقف لي فصرت اعبر بالمواقف اللي تصير لي عن الاشياء اللي احس فيها. فالحمد لله شاركت في عده اماكن في دبي مع بلانك سبيس، وفي عمان عندنا جست جام سيشن مع الشباب. فهذا الشباب يعني مثل ما تقولين مجمعين الشعراء اللي هم باللغه الانجليزيه، مسوي لهم بلاتفورم ملتقى فاللي عنده موهبه يظهرها. ف طب نسمع بقى. اسمعكم ايش اجمل شيء سويته. في قصيده تقول اللي هي يقول being too nice is a sign of trouble، يعني if you are too much يعني good to people هذا الشيء يكون عليك سلبي ساعات. قصيده تقول I used to say yes it's okay don't worry I am sorry it's my heart It's a fire in the eyes. Is that nice? Explain it with mathematics and science. It doesn't work, but try it twice. Why am I nice? Silently listen to my story. I never say to someone no. I follow them wherever they go. In the rainy weather, even in the snow. Why always yes? Why never no? Being too nice. طب البيت اللي بعده ايه being too nice it's a door to hurt your soul allowing anyone to enter without control this is my advice and I'm gonna repeat it twice be nice but don't be too nice يا سلام يا سلام لا وبسيط يعني هو ايوه هو عن الطيب الزايد القصه انكتبت عن حدث صار لي ان كون الانسان طيب زياده ساعات الناس ينظروا لنا نقطة ضعف ان هالانسان دائما اوكي ما راح يقول لي شيء فدائما معي دائما يعتذر فيعتبرونك انت ضعيف بالعكس هذا انا ما اعتبره ضعف ان الانسان يكون طيب هذه شيء يعني بالفطره بس يمكن للاسف الناس بتفهم هذا الموضوع بطريقه خاطئه وبخليها تستغل هذا الشخص الطيب انا كثير حبيت قديش في نماذج حلوه ممكن تطلع منا نحن كعرب ونوصل قضايانا ونوصل رساله بالشعر باللغه الانجليزيه يعني نحن الغرب لما بيشوفونا نحن مش بس نحكي انجليزي لا نحن بنطبق شغله كمان صعبه علينا اللي هي تاليف الشعر باللغه الانجليزيه قديش هذا الموضوع مهم منصور قديش فيه كثير جوانب الادب الانجليزي وكيف
وتاريخه والشعر والروايات قديش ممكن يفتح بوابة لنا نحن كوطن عربي. كيف بتشوف تقييم الشعر الإنجليزي اليوم نحن بوطننا أو بأوطاننا العربية؟ ما شاء الله. إذا سمعتوا عن الشاعرة اسمها ما يحضرني الحين، اسمها عفر عتيق. نعم. أسف، هاي شاعرة إماراتية، أول شاعرة إماراتية بالشعر المنطوق، شعرها باللغة الإنجليزية، وفي ساعات عندها أبيات شعرية فيها كلمات باللغة العربية. ما شاء الله من أقوى الشعراء في الإمارات، اعتبرها أنا المركز الأول يعني. في شاعرة شهد كذلك، شهد محمد ثاني من أبرز الشعراء الإماراتيين. في بلاتفورم دائما تنظيم مثل ما تقول ملتقى للشعراء اللي يشعروا باللغة الإنجليزية، يمكن ما مسلط عليهم الضوء كإعلام، بس ما شاء الله في إبداعات، في ناس تكتب، في ناس ألفت كتب ما شاء الله عندهم. فاستضاف حتى الأستاذة الشاعرة عفرة عتيق، استضافوها في معهد متحف اللوفر اللي في أبوظبي، كانت تلقي عندهم قصيدة. طب وما شاء الله عليها يعني، حتى أنا حضرت لها مرة فألهمتني يعني قصصها كيف بدت بدايتها في الروايات. فسبحان الله ملتقى الملتقيات الشعرية تعطيك أنت حافز إنه تتقدم، تشوف اللي حواليك، وما شاء الله عليهم ناس محفزين. أنت كذا الحين أنا أقولهم إني مبتدئ، يعني أبدأ أقولهم إني أنا مبتدئ أساس إني أنا أعرف كيف. فما شاء الله تحفيز وكلام طيب، دائما دفعة معنوية تحسسك إن أنت تزيد في ال... بس أفضل ما في الموضوع اللي أنت بتقدمه منصور هو اختلافه، إنه هو مش موجود كتير في الوطن العربي، ومش كل الناس تهتم بيه، أو مش مركزة إن هي تكتب شعر باللغة الإنجليزية، ما حدش خطر على باله. بس أنت بتقدم شيء مختلف وجيد في نفس الوقت. بس ممكن أرجع خطوة لورا مع سوم. ذكر منصور من شوية إنه الطيبة في شعره، إنه الطيبة الزيادة أحيانا بتخلي الناس تستغلك، أو ما تكونش إنه أنت طيب بزيادة عشان خاطر الناس ما تفهمكش غلط. أنت بقى تستفيدي من منصور وتستغليه ازاي؟ يعني يعني مثلا بتقولي له صحح لي كلمات بلغه انجليزيه، او مثلا اعراب دي ايه، او خطاب، يعني بتكملوا بعض ازاي؟ اكيد انا مثلا اذا رحت مجال يعني في مجال الاعلام مثلا لشخصيه اجنبيه انا ما اقدر اتواصل وياها دايركت انجليزي يعني مره مره، فهو اكيد انه بيساعدني. انا كنت معك على التليفون بيغششك احيانا الاسئله، احيانا يعني كيف انظم الاسئله، كيف ابدا حوار صياغتها. ايوه يمكن. كذا. طب انا برضو عندي سؤال منا لسوم. هلا احنا في عصر السوشيال ميديا، بس كمان بدنا نيجي نحكي عن الاعلام اللي هو تاثر نوعا ما بالسوشيال ميديا. في كثير تحديات واجهت الاعلام، احداها كان السوشيال ميديا. ما بدنا نحكي عن السوشيال ميديا. أيوة. بس بدنا نحكي عن التحديات الثانيه اللي صارت تواجه الاعلام. بنظرك انت كاعلاميه، شو الاشياء اللي تغيرت في الاعلام من السابق لهلا؟ يعني قصدك يعني الاعلام التلفزيوني الى الاعلام التلفزيوني او الورقي او لا، يعني الفرق بين الاعلام التقليدي والحالي، شو الاشياء اللي فقدها الاعلام من هذاك الوقت؟ انا احس انه تطور وصار اسهل. يعني هو كل زمن له حلاوته، يعني زمن ابائنا تحسي صح انه يعني حلو وكل شيء، يعني البرامج اللي كانت تنعد يعني فيها صعوبه، يمكن اشخاص معينين هم نفسهم اللي يقدموا البرنامج، اللي يعني يطلعوا في الصوره واللي يعدوهم نفس الاشخاص. الحين صار الاعلام اسهل، يعني السوشيال ميديا مع الاعلام التلفزيوني صار بينهم يعني رابطه سهلت المواضيع، كيف تطلع الموهوب، كيف تطلع اعلامي. يعني توكم انتم تتكلموا على السمسره، صار سمسره في الموضوع نفس الشيء. لا بس يعني انا كمان كان قصدي مثلا، اكيد امجد بوافقني رايي، انه صار في كثير تحديات موجوده بالسوشيال ميديا، مثل انه مثلا واحده تطلع كاعلاميه وهي مش اعلاميه. صح. لمجرد أيوة. انه شكلها جميل فلنفترض. أيوة. صارت متابعين كمان الشكل الاعلامي، واحده تاخذ منصب او خلينا نقول تصير مذيعه في برنامج فلاني. صحيح. فقط عن طريق الواسطة. صار يمكن بعض الإعلاميين ما يملكوا المقومات الإعلامية. صحيح. بس لحتى يمسكوا. صح ولا لا يا أمجد؟ أكيد دعاء هذا الكلام يعني. صحيح. تكلمنا فيه سابقا أنه في كثير للأسف ونماذج موجودة على السوشيال ميديا للأسف ما بتستمر. ليش؟ لضعف وركاكة المحتوى والثقافة. بما أنه سوما حكيتي أنت عن الثقافة، هاي كلمة الثقافة للأسف. صح. بدها مليار خط احمر تحت، وهذا واحد. أيوة. اثنين. أيوة. بدي اطلب طلب منكم انتم الاثنين، شغله بتدفعي منصور ضريبه عليها، ومنصور شو بتدفعها ضريبه عليها. يعني هاي ميديا وانت شعر،
شو الضرائب اللي كزوجين بتاخذوها من بعض؟ ما انا ما فهمت ابدا. سو صعب ضرائب. شو الضريبه اللي رحت على الشعر صار ضرب؟ شو الضريبه اللي راح تعطيك اياها سو؟ ممكن مثلا عارف امجد ممكن كمان انه انت بتشوفي انه ايه اللي محتاجه منصور عشان يتطور، قصدكم يصير تعاون يعني بين انا اعطيه شيء وهو يعطيني شيء. أيوة. مثلا أيوة بتشوفي هو كمان محتاج ايه عشان يتطور من نفسه، وانت بتشوف سمكه اعلاميه محتاجه ايه عشان تطور من نفسها. هو في الواقع لابد انه يكون في مثل ما تقول اتحاد او تعاون بالطرفين. صح. للنجاح للوصول الى الشيء. فدائما احنا في البدايات كانت شويه بين نوع ما هي في نفس الوقت تكتب يعني تكتب روايه، تكتب مثل ما تقول قصص ساعات، فلها في الكتابه، فتقريبا جزء يعني في شيء لامس من اللي فيني. فمرات انا اكتب لغه الانجليزيه اواجه معها صعوبه اللي هي تقول لي مثلا ليش بديت هذا البيت كذا كذا، ايش مقصد فيه؟ لان باللغه الانجليزيه لا، فاقول لها المقصد كذا كذا، فلما اشرح يبدا لها. فاللي كملنا احنا ك خلينا نقول زوجين ان احنا متعاونين مع بعض في العمل، فدائما اذا في شيء مثلا انا حتى اذا بروح المكان اني اقدم فيه شعر، هل تحس ان هالمكان بيناسبني؟ هل تشوف ان اروح يعني في ساعات مثلا المكان بعيد وكذا تقول لي خلاص انت دامك اعطيتهم كلمه روح عندهم. الله. مرات في تنسيق يعني، هي ساعات مره من الامارات هي كانت منسقه حقي ان مكلمه احد صديقاتها من تنظيم يعني الحفلات والامسيات الشعريه، ففاجاتني قالت لي انا كلمت كذا صديقتي انه خلاص بيستضيفوك عندهم. انتوا بمثابه المرايه لبعض، كل واحد بيشوف الثاني. صح يعني انا بحس كده، بشوف انه اي اثنين شركاء مثلا شريك زوجي وشريك عملي فهو بمثابه المرايه. انت كمان بتحسي كده سونا؟ صح. يعني بتحتاجي له في ايه؟ هو قال احتياجاته ليكي. انا احتاج تحفيز كمرأة ودخلت السوشيال ميديا، هذا بحد ذاتها صعبة. أنا هذا اللي بدي كنت أسمعه منك يا سوم. أكيد. هاي هي. إنه الرجل أحيانا بيكون مساند للمرأة والمرأة مساندة للرجل. بما أنكم زوجين أنا كنت متوقع الإجابة، إنه بما إنه سوم شاطرة بمجال الميديا والسوشيال ميديا هي اللي راح تساندك بنشر الشعر، وهي كذلك محتاجة مادة لتنشرها على السوشيال ميديا، فهي وصلنا لنقطة انه اثنين مكملين لبعض. فالله يوفقكم، بنتمنى لكم التوفيق صراحة. امين يا رب جميعا ان شاء الله. طب كملي لي احتياجاتك زين. فيعني كمرأة كمرأة يعني المرأة دائما يعني تحتاج الرجل، يعني المرأة ما 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 تصبر على الرجل في كل شيء يعني. فالإعلام يمكن تواجه صعوبات اول شيء، ليش هي طلعت في هالمجال؟ صح يعني الزواج شيء والرغبات شيء ثاني، بس لازم هو يحفزني. صحيح. يكون لي سند، هي اختارت هالشيء فخلوها تبدا تنطلق. ففي في نقاط انا مفروض اخذها، وفي امور لازم ابتعد عنها. ف يعني المشاورات اللي بينه هي اللي مشتني في الامور يعني، وصلتني لأشياء وايد يعني. الحمد لله. ما شاء الله عليكم، يعني بتكملوا بعض وهذا أجمل ما في يمكن العلاقة. وحلو إنه يكون الشخص متصل فكريا وروحيا مع شريك حياته، يكون في نوع من التفاهم الفكري خلينا نقول بين الزوجين. أنستونا ونورتونا، وبصراحة كثير استمتعنا بلقائكم وانبسطنا فيكم كثير، وإن شاء الله نشوفكم ناجحين. أشكر حد؟ أكيد طبعا. أحب أشكر أمي أول شيء. أنا كمان بشكرها. هي دائما يعني محفزة حقه قبلي أنا يعني. أشكرها لأنها هي دوم تحفزني وتقول انطلقي وسوي الشيء اللي يعني يريحش واللي يقوله قلبش يعني. وأشكر الأستاذ وصديقي وأخوي عبد الرحمن بن موسى وأخوي أحمد، هم اثنين أكثر اثنين واقفين وياي ومحفزيني. ما شاء الله، ان شاء الله على طول هيك الدعم يكون مستمر، ونشوفك دائما متالقه انت ومنصور. نورتونا وشرفتونا. رح نطلع بريك سريع ومن بعدها راجعين.